تشكل دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا نموذجين ملهمين لنشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش الإنساني، فمسيرة الدولتين تقريبا متشابهة في عراقة وأصالة ثقافة التعايش والتسامح والسلام والمحافظة على الاعتدال والحوار في العلاقات الدولية، حيث تمثل إندونيسيا نموذجا رائدا في التسامح الديني والسلام المجتمعي المشترك بين الجميع والاختلاف في إطار الوحدة والحفاظ على استقرارها، تبنت نهج التعددية وقبول الآخر وتوفير البيئة المناسبة للتعايش والاحترام المتبادل. حمل مؤسسوها شعارا وطنيا عنوانه الوحدة في التنوع، داعيا إلى التعارف باعتبار البشر أخوة بعيدا عن الأعراق أو المعتقدات. ولذلك نمت قيم الأخوة في الثقافة الإندونيسية على ثلاث مقومات: أخوة إسلام، وأخوة وطنية، وأخوة إنسانية، وهو نهج راسخ في ميثاقها الوطني، حيث يحترم الدستور الإندونيسي الحريات الدينية ويقر التسامح بأرقى الصور، وتجسده تجارب متنوعة منها منتدى الانسجام بين الأديان الذي يضم إثنيات ومعتقدات مختلفة في الدولة، وهو ما جعل الرؤية الإندونيسية الذهبية في التنمية تقوم على مبدأ الاعتدال والتسامح. وقد نجحت إندونيسيا في صهر التعدد العرقي واللغوي والديني الناتج عن طبيعة الجمهورية التي تتشكل من أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة يتحدث سكانها بأكثر من 700 لغة، وتحويله إلى فرص تخدم أهدافها التنموية، وهو النموذج الذي قدمته الإمارات عبر احتواء أكثر من 200 جنسية على أرضها تتوافر لهم الحقوق والواجبات كافة التي تكفل تعايشهم بسلام، حيث ترسخ قوانينها قيم الاحترام والمساواة بين أفراد الشعب، وتجرم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف، وتصبح بذلك الإمارات بلد التسامح وشريكاً استراتيجياً في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة التي ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز العنصري، وإحدى أهم منارات التسامح في المنطقة عبر استضافة العديد من المناسبات والمؤتمرات وإطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بتعزيز ونشر مفهوم التسامح في العالم. واتفقت الإمارات وإندونيسيا على أهمية نشر مفهوم التسامح منذ وقت مبكر، حيث أصدرتا عام 2015 بياناً مشتركاً في اختتام زيارة لفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لدولة الإمارات، أكدا خلاله أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم يتطلب نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام وتشجيع الحوار بين الأديان لجميع الشعوب مختلفة الأعراق والثقافات والأديان.